التصعيد الآن ونحن في ساعات ننتظر الرد الصهيوني على الجمهورية الإسلامية ربما خلال هذه الليلة، والآن العواجد تتحدث عن حظر الطيران في داخل إيران من الساعة 9 إلى الساعة 6 صباحا، بمعنى أن كل الاستعداد جاهزة لتلقي هذه الضربة. ماذا سوف تكون تداعيات هذه الضربة؟ هل تبقى ضربة مقابل ضربة؟ ما هي الضربة القادمة للجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل تكون بمستوى أو أكثر من ذلك؟ كل القيادات الإيرانية توعدت قالت أكثر بطشا وأكثر قوة من ذلك. فصائل المنطقة أيضا إلى أين تذهب؟ بمعنى آخر الكيان الصهيوني ماذا يضرب؟ يضرب نفط أم يضرب مفاعلات نووية؟ هذا بالتأكيد كلها تداعيات.